أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر وأن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم يؤمنوا
إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين إن الله يحب المتقين صدق الله العظيم.